منهم واحد
chiede, te senti ricco, poi pensa, ti chiede, ma che sai che tu chiedi? Quando ti sai il catechismo, ti dico, oh, ma che mi chiedi? Io la penso, ma che è da, adesso non so, 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 non العالم يا ولاد اللي من كنت
που βάζουμε. El ángel de la consulta va a ver si va a ir a la mano. Voy 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 a ir a كده في المسير بيوم بتاع ده كمان
等太阳升起来，飞到上天上去，飞到飞到，你老早就你老早说你搬到天，那俺到上天不老早说的，上天升起来到上天，我这里就让上天在中间，给我们这机器，我们老早说上天上天，上天上天上天了，这上天是上天，这个地平有人上天。الرئيس الجاهز من الجامعة من دايبول طبعاً المواصيل الصدرية دلوقتي تستخدم كتير لذلك حاجة بقى برونكو سكوب برونكو جامل برونكاية السكوب الضرب بتدخلوا كده تبقى العيان وتخش جوه تاخد عيانة تحقي دورة وتبقى اللي تدخل التراكيب قال له الدكتور اللي داخل بالنظار في أماكن التراكيب كده ضيقة انت قلت خط من طرف نص الاتنين بس في أماكن التراكيب أدق من كده لو هي لو بتتخلق من قصد كتولة ومدرسة قصد المعهدنا وفي بداية المغوية من الأطفال بتحوطها الحاجات دي تعليق منعها من النمو الكامل ايه أماكن الكونستريكشن بتاع التركية اللي تهلي بالك منها في البداية وفي النهاية وفي النص يبقى كام كونستريكشن موجودين ثلاثة بدايتها ونهايتها أو النص الناس بتتعلم كويس نص ما هي فكرة فاكرة طبعا في امتحانات العمل بتاعتنا هنخش نلاقي التركية متعلمة في الامتحان مربوطة يبقى طبعا كانت التركية بتحوطها في الجانب اسمها الجانب دي ثيرويد فلقيت عليها من ناحيتين ده كان كويس قوي لما اجي في النص كده الاقي الناس اللي بتطلع تعرف في الجانب الارض دوت اسمه ارض ثيرويد مين اللي طلع كده بيتسال هي ثيرويد عباره عن ايه بتدوس عليها كده يعمل كونستريكشن تاني اختراق تاني الفاميلا الارض ثيرويد على الاتصال لقيت عليها يعمل كونستريكشن تاني بتاع ده سؤال كم كونستريكشن مشتركه لو صحيح كده بقول معايا ثلاثه انا اقول لك جمله واحده في بدايتها وفي نهايتها وفي النص صفر في بدايتها الثيرويد تاني وفي في نهايتها الارض ثيرويد وفي في النص لو بعد كده في بريك سبايك ارض بدايتها عليه يبقى انا بدل ما اذاكر الثلاث اماكن بتوع كونستريكشن عارف انها تفاقم في التحام الامتحاني مش كله لا بلاش التفاقم صرت من دخل من دار في التركية العجيب ففي أماكن لازم تتعرف من ضيقة بالراحة بقى انت ما بتخرجش بالعيقة ده مش كده بقى تعال تعال بالراحة كم مكان ضيق في التركية ثلاثة اللي هم مين في مين في البداية تأثير جلال اسمها تايرولو وفي النص البريش اسمها الأرض وتحت بالأرض بتاع الأرض عايز أعمل تست أنفسه للتركية تست أنفسه للتركية أنا دكتور نقطة البداية نقطة النهاية مش محتاجة يبقى ما كانش محتاج على نفسه تست أنفسه من عند دور الغدة بتاع الكارت اسمه كيريكوي لغاية الحاجة بتاع الفيرنال شايف الفضائية دي عملت مين لما كده لكن أنا لما نقول دي هتيرك عليك الدلال والنهاية تاني في الإكس راي الهواء بيبقى لو أي واحد فينا لا قدر الله خير عمل قريب عامل إكس راي على تيتروس بنفتح أوص عليه الرئة ليها بين سودة لأن الهواء في الإكس راي بيبقى أسود والتركية بان خط السود ليه التركية بان خط السود لما كده يبقى انا لما كنت اسري الاقي التركية لونها مبيضة شوية يبقى ده فيها ذهبية مش كله لا افتكر كده الدكتور بس اللي شعره صح كده راجع عنده ثلاث شعر هوائية لان ببص في الشعر الهوائية المنتشرة لان البلاط بتاعها تاني ايه معنى تاني يبقى بيتكلمها مخططه كده ومتشابهين قوي التركية برضه لو كانت مبيضة شوية ده معناه ان في التهابات في التركية بتاعتي يبقى لما جيت التركية بتاعتي شكلها ايه لما كده خط اسود كده لو كان جنس تركية لو كان فيها انفكشن وكمان تلاقي ده يبقى فيها عجائن او حاجات زي كده مش فاهم ليش البطن معلومة كويسة جدا بالنسبة لي طبعا ريليشن اوف تركية المفروض انا بخش اقول بقى ايه وانا بذاكر ارجع سفير من الدرس عليه لا ما عملت مفيش كفاية طب بص هتقعد صح قدام مين اللي قدامها ومين اللي وراها هنسمع مع بعض كويس جدا انتوا لابسوا باذن الله ان شاء الله قال اولاد وراها الاسوبيا السوبيا مدرب اسمه ايه اولاد؟ ليه؟ الكاركتر اكيد خلاص شايفيني لو بصينا في الرسمة دي لما كانت لما خدنا السوبيا ميدال تايلاند لما خدناها انا طبيت فانا بسرعة السوبيا ميدال تايلاند ما بتطلعش ارسلتها كتير وقعدت تقص في الرسمة ثلاث اجانب ونعرف بطاقة بتاعت الوزارة بتاع مين ثلاث اجانب كلها تركية وقعدت مع اسوبيا السوبيا ميدال تايلاند وجابت اسوبيا على الريف سايد ورغم ثلاث محطات حفظا مش انا معاك على الطاولة وانت بتخبط معايا لان قعدت تقص على الرسمة وصفت 44 بتاع صفحة 44 الرسمة اللي تحت دي لايف ترنيم 60 ل 30% من السرعة
Τελε τώρα στην Αγία Κυρία, την Τουρκία, την Τζαντάρια, την Τουρκία, την Τζαντάρια, 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 την أبسط أورطة لو كان بيعمل إيه؟ أنا دكتور أبسط أورطة اللي كنت بتابع أورطة
Ένα πρέσβητα, ο 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 أنا
apostle had to go to the to put up again this paraphernalia. And all the things that they were there to tell them, ممكن تبتدي كده ايه او كده اللي تنزع ماشي.
Αν δεν έχει βάλει τον άνθρωπο πρώτα την πρώτη μέρα του κουπόρου την κίτρινη σε πέρυσι πρέπει. Το σκέφτο λέει αν η βαθμό του κίτρινη είναι η αδέρφη 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 Μου πρόκειται να μιλήσω για το ότι έχει 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 πρόκειται فكتبنا مكتوب ان ورا البروكاست الشمال هتطلع حاجتين، مين الحاجتين دول؟ قالوا تستدرك اهو، اللي عرف تستدرك اهو بعد ما خدناه قلنا هو لازم تمشي ورا الروت وتلف العرض عشان كده كان دي بروكر العرض لما ربطنا الفرنشات مش كده؟ وقلنا بيمشي ورا السوبر تستدرك القصه، عايز اسال سؤال طلبه التحقيق، تعرفوا ايه الجدول اللي قدامكم بقى؟ هل انا ممكن ازود الريليشن دي ممكن تصور؟ يعني انا ممكن تقول لو الركب دي حطيت وراها السندنج اورتا وسفكس طب دي ممكن احط عليها دي اللي طلعت المره اللي فاتت ده من تحت لفوق ازايكوس وكده مش لما كانت ازايكوس كان مكتوب ان يمشي ورا الروس والدرايتا وبعد كده يكمل بقعه ولا قدام طبعا هنا مضبوط عشان بقى تفهم التكليف على بعض دول ولا ان شاء الله وربنا يستدعي جميعا لكن الخميس والجمعه في الاسبوع الجاي دول مش الاسبوع ده او الاسبوع ده أول الصورة لازم ثلاث أيام صور وأنا هتوقف بعمل نعم كده لازم تحل لازم تعمل قبل الثاني خمس أسئلة صور وعشرين فرنسا كلمة اليوم الكتاب وتبدون تدوم عن تحلهم بعد الزيادة ما تقعدش أربع أسئلة عشان تحل مش كنت أنا نبدا بس أنا حاجة بتعرف بس أنا أشوف بالنسبة لك الصورة لو ما اتقفلش مرة على بعضه هو ماشي ماشي أخذ فرنسا مشكلة بقى لازم تقعد يومين تخش بعض يقول لك ده النهارده اللي دارت في الاسيدنج في الارض مش فاكر ولا حاجه جميل هيبقى عايز يوم تاني مرجو انما لو اتعملت كده والكتاب سايح كده الصوره دي مش هتخش فيها كتاب لان اللور هيبقى وكنت ازاي اللور ممكن تتحرك بعقلك اكتر لان الصوره الثانيه اللي هو الديفكت مفر على الاسئله فيومين طبعا ده كده بس ما يكونش مرتين انما لو انا عملت له ثلاث ايام خمس ايام او ثلاث كده قاعد مع الدور الخميس اليوم الثالث ما بفتحش غيره وراجعه كمان واشوف الامتحان اللي هنزله واشوف حليته ولا ما حليتوش اكتشفت ان الفيكس على كده هنزل معاهم حوالي 25 سؤال لازم يقرا كويس كويس ممكن يجي امتحان براه بس الحاجات المشهوره تبقى اللي هي كيف انا الفيكس دول اللي ما عدتش عليهم مش فاكر لا ما عدتش اخص عليه تاني ويبقى كده لو اتعمل 25 مش عاجبني مش الكسر ايه؟ أكاونت أه جدًا بص موجود في الفيديو قال إيه؟ سورس لسه ما عملناش حاجة خالص هنعملها في الفيديو ده هو كنت بنزله على الفيس أنا ما بعرفش أتعمل على الفيس ده بعرف أخش جوايا وأطلع منه ماشي ولا لا؟ مضحكش عليهم فنعمل ممكن نعمل قعدة تعلموني بقى شوية تفكير صراحة ونشوف هنكمل منهج إزاي فده مين ده؟ البروجرام بتاعنا يبقى نبص في جدول تكتيك ونسأل سؤال كم بروجرام موجود أولاد؟ اتنين بقى في اسم البروجرام ايه الفرق بين الاثنين بقى لما كده ولاد؟ قال واحده شورتر وبايدا وواحده مور فيرتيكال والثانيه لونجا وزار واحده اتفرقت قبل الهايلا واحده اتفرقت بعد الجول هايلا واحده فوقها ارش والثانيه فوقها ارش واحده ثالثه سينا رجلان لو واحد كان تاني في البيت سخن يقول لك انا ما قالش اللي ورا البروكت البروكت الارتوس ما عملش ما قالش ورا البروكت حاجه اسمها وسيل باينوري بليك بس حد في الارتوس الكلام في بوسيل ما قالوش مش كده ما بيعرفش انت راجع على حاجات مش كده بعد كل ما رجيش هالبتين الحمد لله رب العالمين ما بعد الأهل اللي تبع عن الشرط ده أنا كنت أنا أهل جاي رب العالمين أنا كده كما في عليهم أنا ممكن أقول لديهم الريليشن ما تفضليش والشرط ده اللي كتبوه كان تصميم عليه زي الكل بس هذا الكلام كتب ابن تميم في آخر صفحة البنت الزرلين للتركية
انسان جو دوری سے بیت اللہ رکھ میں اچھا کر دیتے ہیں میاں میرا آج اگر پرکیہ رکھا ادھر ابھی نوڑے چیز ہی رکھا کر رکھا تو اس جمع کے لئے میرے ادھر آج پرکیہ الارض تارور تو کم ریسو من الارض تارور تو تین جو علیت بریجس پر علیت کمائے بریجس پر بریجس پر بریجس پر بریجس پر بریجس پر تبنی علیت سائی بیتا ترکیہ آج تارور تا اوپنے چین جو علیت کمائے کروزے بریجس سب تھی ہی آرائی سائی بیتا ترکیہ آج تو بدائی اوپنے سمو بریجس کیا آن ترکیہ آئے تیز سوائے سمو بیتے زرینی تیجی علیت ترکیہ El ablai din Macus Cristiana a o roagă de tine. Te-ai ablai, hai să ne-a Chiarină. Chiarină, stava, stava, hai să fie din. Din Macus de la Bălat de Tavă, în vreme azi, dar să vă rog. Am pus o, în Chiarină de Ore, deci mă apoi în Osunel. E Chiarină, în 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 كيف يكلينا نفطار وما هو لاي بروجيكشن يعني تركي الرجل وما كده لا تركي الرجل هذا هذا هو مطار التخييم بمخد سرحين لعمل معك الدولية تقول دي تركي الرجل الأخير هم انتيا كده وما عمل كده الدولية عمل دي هي أخذ تركي الرجل الناس من التخصي كده في الشيء المفروض تركي الرجل عمل كده كنا كده بطلق حلوانا Yeah,
Machen wir mal mehr, so ein Ding dann zur Möglichkeit. Der andere hat recht gesagt, der Mann sagt, ich sage, na, doch, mach ihn, mach ihn, also mehr. Wir gehen uns mal auf dieser Welt, die ist aber hier, dann da geht's. Gracias.
عبقري من الدواكت الفرق ده عادي كان النوز بتاعه لكن تسيب أكسده كل الميكروبات وكله وكله داخل ده انت هيدا لو بتاكل بتنطق لما هيدا بيتاكل على جوه فالبرات بتاكل ده بس ما لناش حق تاني العليل تتنهي من هيدا بعدين تراكيوسك ايه ده مش حصل طويلة جدا لكن مش ممكن من حاجة تانية انا ما بيتاكل مشروع جدا على فكرة ولو خافوا ممكن الشيطان تخيلوا تبقى وترجع تاني لو في عملية استقرار المهم الموضوع اسمه تراكيوسك الأفكار الصغيرين الريتم بتاعتهم مش باينة كده أول زي كده فبيعملوا كل حاجة عادية وقلبه عادي فالبيت اللي بيمشي بالعرض ده اسمه إيه؟ رجلي فعلا بيبقى ماشي ورا النيب رغم الصنار بيبقى ماشي أعلى من النيب رغم الصنار ففي الحالة دي هو هنا إكسبوز والتركية بتاعت طلعت صغيرة ومستمتعة أوي فبتكون الدكتور أنت بتعمل تراكيوس والعين الصغير خلي بالك خلي بالك من الدين في البداية بتاع الدين ريت البريسوس فعلي هيدوك على خيبة سنيدة مش تنفع حرب فبالتالي دايما بتكون في العيلة الصغيرين نخلي بالك من الأبين الريتس بتاعي عاملة زي كلنا ميلة قدام وطول الصغير الريتس بتاعته الهورزونتا لما كان الهورزونتا الدفاع عالي شوية والهرب عالي شوية وكل الجلطاية عالي شوية والريتس فعلي أعلى من دي لما كل حاجة نزلت مع كل الريبس كده شوية كل الحاجة تطلب بالسرعة فالعين الصغير معرض للإنجل الحاجة زي كده لو في عين تقيعة في الشارع وبلع هي وحط بنورة سددته لان كنت تعمله تركيز سوني بقلم هي على فكرة مش كمه لا بتخرجه كده أو بتكينه وكابله طبعا لأن هقول دلوقتي تركيز في بلد وحد التركيز ايه وتنتهي هنا بالإيه يا جماعة بترك القلب في الصمرار أو ترك السكينة حامية وتركيزه